تلاميذ السنة الثالثة من التعليم الابتدائي في كتاب واضح من النشاط العلمي. في الدرس الجديد أدعم تعلمتي. صفحة 66. إذن صفحة 66 أدعم تعلمتي. هذا الدرس بمثابة تمارين، تمارين غنديروها الأنشطة، أنشطة الدروس فايت درناها الأسبوع 22 الحصة 10 تدعيم المكتسبات. في التمرين الأول أرتب مستعملا أو مستعملة الأرقام من 1 إلى 4 مراحل استعمال المحرار المختبري لتعيين درجة حرارة الماء. إذن غنستعمل الأرقام من 1 إلى 4 لتعيين مراحل استعمال المحرار المختبري، المحرار المختبري ديال المحرار اللي كنستعملوه في المختبر لتعيين درجة حرارة الماء، لكي أعرف درجة حرارة الماء. عندي هنا أقرأ درجة حرارة الماء، أغمر خزان محرار في الماء، أنتظر حتى يستقر السائل المحراري في المحرار، أجعل عيني في نفس مستوى سطح السائل المحراري. إذن أولا أغمر خزان محرار في الماء، هي الأولى أغمر خزان محرار في الماء. ثانيا أنتظر حتى يستقر سائل المحراري في المحرار. ثالثا أجعل عيني في نفس مستوى سطح السائل المحراري. ورابعا أخيرا أقرأ درجة حرارة الماء. التمرين الثاني أضع علامة، هذه العلامة في خانة الجواب الصحيح وحده، في خانة الجواب الصحيح وحدة درجة الحرارة هي، ما هي وحدة درجة الحرارة؟ هي اللتر، المتر، سيليوس، كيلوغرام. اللتر نعم أو لا، هذا غلط، لأن اللتر هو وحدة لقياس سوائل نقيس المتر، لا وحدة لقياس طول. سيليوس نعم صحيح، أضع علامة سيليوس. الكيلوغرام لا، لقياس نقيس في هذه الوحدة الكتل. التمرين الثالث أحدد الأجسام الشفافة، أحدد الأجسام الشفافة الثلاثة التي أرى من خلالها سمكة الحوض. إذن عندي هذا الحوض هنا وفيه هذه السمكة، أحدد ما هي الأجسام التي يمكن من خلالها أن أرى هذه السمكة. إذن عندي أولا يكون عندي الهواء، ثانيا الزجاج، بالنسبة ثالثا يكون الماء لأنه شفاف. التمرين الرابع أكتب على أطراف المغانيط القطب S والقطب N. عندي هنا هذه المغانيط أكتب إما S أو N. إذا عندي هنا
مغناطيس له قطبين، قطب يشير إلى الجنوب باللون الأزرق، وقطب يشير إلى الشمال بلو نور باللون الأحمر. دل هنايا غنكتب اس لو سود، هنا لو نور ان. بالنسبة لهنا هنا أيضا لو سود اس، هنا لو نور ان. بالنسبة للمغناطيس، هذا المغناطيس هذا بالأزرق لو سود اس، هنا بالأحمر غادي يكون هو لو نور ان. إذا أزرق لو سود دائما، لو نور ان. هنا اس لو سود، لو نور ان أيضا لو سود اس نور ان. التمرين الخامس، أملأ الفراغ في البطاقات بما يناسب. أملأ الفراغ في البطاقة بما يناسب. إذن البطاقة الأولى نلاحظ تجر قاطرة البراق العربات بقوة ماذا؟ إذن بقوة تماس، وهي قوة ميكانيكية، وهي قوة ميكانيكية. تجذب الرافعة الحديد بقوة لاحظ قوة مغناطيسية، وهي قوة عن بعد. تجذب النفاخة المحكوكة شعر القط بقوة، كمدلات قوة كهربائية، وهي قوة عن بعد. التمرين السادس، أحيط بخط العبارة الصحيحة. النابض المضغوط يزيد طوله، لا يتغير طوله، ينقص طوله. إذن ما هو صحيح؟ ينقص طوله، نعم ينقص طوله. النابض المشدود لا يتغير طوله، يزيد طوله، ينقص طوله. يزيد طوله. ونأتي إلى نهاية الدرس. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.